ラ転生。رجلايا لا تخشيا شيئا نحو الأربي سيرا لا تنتظرا عونا منهم ما دام الرب نصيرا أجنحة سيرا فوق ما بدا لي صعبا طيرا رفرفا فوق كل ما يراه الناس خطيرا أمضي إلى ما له أسعى يسوقني العزم والجد إن ما يعيق أتى نحوي بالجلد والبأس يرتد لمجرد أن دنا مني صبري باللكم باد له لا معنى لليأس في قاموسي ولا مراد فاد له سأبلغ ما له أصبو وإن بيطال الأمد لا داعي للناس من حولي فعلى ربي أعتمد إليك آت يا طموحات البعيدة نحوك أسير دون أن أحيد قالوا لن تصل لما تسعى فرأوا مني الإنكار أراه صوب عيني وسأبلغه حتى إن طار جلد تحليت به مهما جرى لي لن أنهار حجم الإصرار في القلب لو قيس لفاق الأنهار إن قالوا لن تصل اجعل في الأذنين أصابعك إن قالوا لن تصل اجعل في الأذنين أصابعك أجتاز العقبات بأفعال لا أجيد القول سأكون لها ندا صعبا بالصبر إلى آخر جولة أصارع مرارا وتكرارا إلى حد الظفر أتسلق إن كانت جبلا كي لا أبقى بين الحفر صديقي لا يشغلك الماضي بل للآترنو أهموم تثنيك على ما كنت له دوما تصبو وإن كانت نحوك متتابعة تدنو فلا داعي أن تجزع واصبر كي يتأتى الكسب بلا جد دروبنا تضلعاتما من دون سعي لن نرى تضلعاتنا هذا ما أوحى به قلبي إلى أناملي مع الإله إلا خير في الأنامل قالوا لن تصل لما تسعى فرأوا مني الإنكار أراه صوب عيني وسأبلغه حتى إن طار جلد تحليت به مهما جرى لي لن أنهار حجم الإصرار في القلب لو قيس لفاق الأنهار إن قالوا لن تصل اجعل في الأذنين أصابعك إن قالوا لن تصل اجعل في الأذنين أصابعك إن قالوا لن تصل اجعل في الأذنين أصابعك إن قالوا لن تصل اجعل في الأذنين أصابعك